أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. هيئة علماء المسلمين: السياسة التي يرعاها النظام الإيراني لا تختلف عن سياسة الكيان الصهيوني. على المدى نتابع: الانتخابات تجرى وفق القوانين النافذة ولكن بتعديلات طفيفة. على القدس العربي: الوضع الخدمي المأساوي في مناطق غربي الأنبار يعرقل عودة النازحين. أما على العربي الجديد، نطالع شهيدان بغزة ومئات الإصابات في جمعة الغضب الثالثة نصرة للقدس. وعلى الرأي الأردنية: سوتشي تحتضن مؤتمر الحوار السوري أواخر كانون الثاني المقبل. وعلى العرب اللندنية: فوز الانفصاليين في كاتالونيا يخلط أوراق الحل في مدريد. أخيرا على موقع عربي 21: مجلس الأمن يتبنى بالإجماع عقوبات جديدة على كوريا الشمالية. أهلا بكم. أوردت وكالة أنباء أمريكية تقريرا كشفت فيه عن أعداد الضحايا من الأبرياء المدنيين الذين سقطوا من جراء العمليات العسكرية التي جرت تحت عنوان تحرير الموصل من تنظيم الدولة، وتصل إلى 11,000 قتيل، وهي أرقام تتجاوز بأضعاف ما أعلنته المصادر الرسمية عن تلك الحرب ربما. وهذا ليس ببعيد أن ترتفع هذه النسب الصادمة إلى أرقام إجمالية تقدرها بعض المنظمات المعنية ب40,000. حامد الجيلاني يتساءل في صحيفة العرب اللندنية: لماذا قيدت جريمة احتلال الموصل ضد مجهول؟ نور المالكي وقادته لم يكونوا نياما أثناء عبور مهرب. لقد سلموا الموصل وأهلها مع تجهيزات عسكرية تحلم بها الكثير من الجيوش الوطنية، مع ما في الموصل من خيرات صنعت من تلك المجاميع دولة في العراق والشام، دولة كلفت العالم أموالا طائلة وقلقا استدعى الجيوش وتجاذب السياسات للانتهاء منه، وكلفت العراق دم أبنائه، لكنها كلفت الموصل غالياً بتدمير تاريخها وحضارتها واستقرارها، وشردت ناسها إلى الخيام أو إلى المقابر. لماذا قيدت جريمة احتلال الموصل ضد مجهول والمجرم يتصدر مع مجموعته المشهد السياسي في العراق؟ إن في احتلال الموصل أو في تحريرها، فالهدف واحد والمبرر واحد، وما زال فاعلاً على الأرض العراقية والعربية. ما جرى في القائم والمدن القريبة منها مؤخراً من سلب ونهب واختطاف وحرق لدور العبادة يمثل إصراراً على إذكاء الصراع الطائفي، ورغم ما يقال عن حصر السلاح أو ربط الميليشيات بكرسي رئاسة الوزراء أو إصدار تعليمات من المرجعيات الدينية لتهذيب جموح تلك القوى ومن يساندها من شخصيات وأحزاب. الكاتب يرى أن تهليل حكومة العبادي والأحزاب الطائفية بالانتصارات أو تمجيد الحشد الميليشياوي على ما قام به وما زال من خروقات تعمق الخلاف وجذور العداء بين الشعب العراقي، تفضحه مسالخ وحاويات الموت والأرقام المهولة للضحايا الذين وقعوا، والتي تفضح بدورها حجم الاستهانة بأرواح المدنيين في حرب عشوائية افتقدت إلى المهنية، فيها كل الأسلحة غير مقيدة لأن خلفها مشروعاً لم يعد مقيداً منذ الاحتلال الأمريكي للعراق. إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي في خطاب رسمي انتهاء الحرب على داعش كان له أثر من مغزى في هذه الظروف، وقد أصبحت الانتخابات النيابية منتصف أيار المقبل على الأبواب، حيث تشهد العملية السياسية في العلن وخلف الكواليس نشاطات محمومة لكيانات وأفراد تسعى إلى التمسك بما لديها من حضور ونفوذ، وأخرى تسعى إلى انتزاع البعض منه. هذا ما أشار إليه محمد عاكف
جمال في مقاله بصحيفة البيان الإماراتية. لنتابع. ثمة إشكالية تتعلق بهذه الانتخابات، فقرار إجرائها في موعدها يطرح تساؤلات عن مدى استعداد المناطق والمحافظات التي كانت تحت احتلال داعش لإجرائها، لأن أوضاعها الاستثنائية لا تزال قائمة، فقد بلغ عدد المهجرين منها ما يزيد على 5 ملايين شخص لم يتمكن أكثر من نصفهم من العودة إليها. تجري الانتخابات النيابية المقبلة في أجواء مختلفة عن سابقاتها، فمنطقة الشرق الأوسط تشهد تغيرات في التوازنات السياسية مع نهاية الحرب على داعش. هذه التغيرات ستنعكس بشكل لا يمكن تجاهله على خارطة التحالفات الانتخابية في ظل تعزز الاتجاه البراغماتي في الوسط السياسي العراقي. أما على المستوى المحلي فهناك متغيرات عديدة من المبكر التنبؤ بمآلاتها، فما يقلق بعض الأوساط السياسية المتنفذة فتح ملف الفساد الذي وضعه العبادي على رأس أجندته في مرحلة ما بعد داعش، وتزايد الدعوات المطالبة بحل الحشد الشعبي وتسليم سلاحه للدولة، وهو ما لا يرضي البعض من الساسة، فهذا الحشد يضم فصائل لها ولاءات مختلفة يعتبر بعضها أذرعا عسكرية لبعض القوى المنافسة في الانتخابات تعزز من وضعها وفرصها الانتخابية. الكاتب يقول إنه في الوقت الذي يصعب فيه التكهن بمستقبل الدور الذي يلعبه التحالف الكردستاني في العملية السياسية، فإنه من المتوقع أن تستمر الاصطفافات العرقية والمذهبية رغم تعمق التفكك في أوصالها، إذ لم تبرز خلال السنوات الأربع الماضية ما يشير إلى تنامي التيار المدني الليبرالي العابر للعرقية والمذهبية، على الرغم من الفشل الذريع للأحزاب الدينية في بناء دولة ترقى في مواصفاتها إلى ما يتفق مع روح العصر ونكهته. مئة وثمان وعشرون دولة وقفت ضد قرار ترامب في نقله السفارة الأمريكية إلى القدس، بينها الدول العربية التي تعامل الفلسطيني إذا لم يحمل جواز سفرها أو جواز سفر أجنبي معاملة المضطهد علنا أو بالخفاء. فاتح عبد السلام يقول في صحيفة الزمان إن أبواق النفاق العربية والإسلامية في الدفاع عن قضية القدس بعد أن اتخذ ترامب قراره المشين لا تقدم ولا تؤخر ولا تعادل أي درجة من درجات كفاح الفلسطيني من أجل قضيته. نراهم يشكلون فيالق تحمل اسم القدس، لكن رصاصها ينطلق إلى بلدان عربية، ونسمع خطبا رنانة عن الموقف الداعم للفلسطيني، ونرى الواقع العربي والإسلامي يتحدث عن تهجير وترحيل وهضم للحقوق ضد الفلسطينيين الذين خسروا مع العرب المعارك كلها ضد إسرائيل. انظروا إلى حال الفلسطيني في العراق، ماذا حدث له في العقد الأخير؟ لننسى مرحلة القتل على الهوية الفلسطينية عام 2006، فقد ألغت الحكومة حقوق فلسطينيي العراق المستفيدين من القانون المرقم 202 لسنة 2001 الذي ينص على معاملة الفلسطينيين اللاجئين إلى العراق معاملة العراقيين في جميع الحقوق، من التعيين بالوظائف الحكومية والتملك والدراسة والرعاية الطبية والاجتماعية المجانية وغيرها، واستبدلته بقانون آخر حمل الرقم 76 لسنة 2017 يقضي بإلغاء جميع تلك الحقوق، وعد الفلسطينيين أجانب تكون للحكومة صلاحية في ترحيلهم أو إلغاء إقاماتهم. كلما تسمعون خطباً عالية الصوت تجاه فلسطين اعلموا أن وراءها نفاقاً وبهتاناً وتزويراً وضعفاً يطفح من أنظمة الحكم العربية التي تواطأ بعضها ضد القدس ليس اليوم فحسب وإنما منذ عقود. الكاتب يختم مقاله بالتساؤل ما معنى أن تتحدث الدول العربية عن نصرة القدس وهي تتجاهل دعم المقدسيين؟ ما أهمية إعلاء الصوت من أجل القدس والسكوت عن حصار الفلسطينيين في قطاع غزة سنوات طويلة؟ قد بلغ النفاق الزبع. لا تتوقف فضائل ترامب علينا، نحن الذين كنا ولازلنا نصرخ في عربنا أن أفيقوا من أوهام الصديق والوسيط الأمريكي. وفيما كان أوباما يبيع على بعض العرب الأوهام هنا وهناك، كان ترامب أكثر وضوحا، ربما لأن اليمين المسيحي الذي ينتظر معركة هرمشدون
الذي أوصله إلى السلطة يحتاج لمثل ذلك، وربما لأن مخاوفه من الإطاحة به تدفعه إلى مجاملة اللوبي الصهيوني. ياسر الزعاتر يقول في صحيفة الدستور الأردنية إن الفضيلة الكبرى التي أكرمنا بها ترامب هي إعادته القضية الفلسطينية إلى الصدارة من جديد في الوقت نفسه الذي أبعد عنا شبح صفقة القرن التي كان يطبخها لتصفية القضية. ترامب سيحاول أن يواصل الضغط على حلفائه من جديد بوسائل عديدة، كما باستعادته لمقولات الدفع مقابل الحماية التي أطلقها في خطابه الأخير يوم الاثنين الماضي. رد المجتمع الدولي عليه كان مدوياً، خاصة في قرار الجمعية العامة والذي جاء صفعة كبيرة رغم تهديداته لمن سيصوتون ضد قراره. قبل ذلك كان البيت الأبيض يعلن أن حائط البراق إسرائيلي، في خطوة غير مسبوقة أيضاً، فيما كان نائب ترامب مايك بينس يريد أن يعقد مؤتمره الصحفي عند الحائط خلال الزيارة التي كان ينبغي أن تكون الأربعاء الماضي ثم تأجلت بسبب التصويت على خطط الإصلاح الضريبي. هذا الابتزاز المفضوح الذي مارسه ترامب مع العرب وما زال يمارسه، مارسه أيضاً مع إيران ولا زال يمارسه، وفي الحالتين مطالبة العرب بدعم صفقة القرن وابتزاز إيران يتم ذلك لصالح الكيان الصهيوني، بينما لا يريد مساعدة طرف ضد الآخر إلا بما يبقي الصراع مشتعلاً بينهما. هل يستيقظ طرفان على هذه الحقيقة؟ أعني العرب وإيران ومعهما تركيا؟ الكاتب يقول إن الإدارة الأمريكية تبتز الجميع لصالح الكيان الصهيوني وهي سعيدة بهذا الحريق الذي يستنزف الجميع، وإذا كان ثمة أمل فهو أن تفضي جراح القدس إلى صحوة ضمير تسبقها صحوة عقل، لأن النزيف الراهن لا يخدم سوى أعداء الأمة ومن ضمنها روسيا أيضا وليس أمريكا فقط. نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقالا لمبعوث الأمم المتحدة للسلام دانييل باربينبيوم بعنوان بعد مناورة ترامب حول القدس يجب أن يعترف من قبل العالم بالدولة الفلسطينية. يقول إن الحل الوحيد لضمان العدالة في حل الأزمة في الشرق الأوسط هو وجود دولتين بنفس الحقوق ونفس الواجبات. الكاتب يؤكد أن القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً بنقل سفارة بلاده لدى إسرائيل إلى القدس وبالتالي الاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل هو واحد من القرارات السياسية الجغرافية التي تصب في اتجاه عرقلة عملية السلام. ويضيف الكاتب أن موجة العنف التي اجتاحت المنطقة بعد القرار الأمريكي علاوة على رد الفعل الدولي يوضحان أن جميع الأطراف يجب أن تراجع مواقفها بخصوص بعض الموضوعات والملفات الحساسة المتعلقة بالصراع، حيث أن المجتمع الدولي قضى 4 عقود يناقش ويدرس عملية السلام على أساس وجود دولتين متسائلاً الآن أين هي الدولة الثانية. ويوضح الكاتب أن هذا الصراع يختلف عن أي صراع آخر شهدته البشرية في تاريخها، لأنه ليس صراعاً بين دولتين أو شعبين بل بين أمتين من البشر، كل منهما تصر بشكل ثابت على حقها في السيطرة على بقعة صغيرة من الأرض. ويختم الكاتب مقاله بالقول إنه بعد مناورة ترامب بشأن القدس فإن على جميع الدول التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية المسارعة بالاعتراف بها بشكل رسمي، مؤكدا أن هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يقود إلى سلام مقبول من الطرفين. كان من المفترض أن لا يكون مسار أستانا الذي انعقدت جولته 8 أمس الأول أو مسار سوتشي الذي دعت روسيا إليه مطلع العام الجديد بديلاً لمسار جنيف الذي انتهت جولته 8 الأخيرة من دون نتائج، لكن يبدو أن تعثر مسار جنيف يواصل حائطاً أو يواجه حائطاً مسدوداً من جراء الشروط والشروط المضادة من جانب وفدي المعارضة والنظام. صحيفة الخليج الإماراتية ترى في افتتاحيتها أن عدم قدرة المعارضة على استيعاب المتغيرات المبدئية الميدانية والسياسية إضافة إلى عدم تسليم النظام بأوراق رابحة باتت لديه تضع مسار جنيف في مهب الريح وتجعل من مساري أستانا وسوتشي أكثر قابلية للنجاح.
لا شك أن روسيا التي تمكنت بدعم من تركيا وإيران من رعاية مؤتمر أستانا تسعى وبدعم من الدولتين إلى تحقيق إنجازات ملموسة أبعد من مناطق خفض التوتر، بالتركيز على إنجاز قضايا إنسانية تحقق نوعاً من الثقة بين النظام والمعارضة المسلحة التي لا تشارك في مسار جنيف، مثل ملف المعتقلين والأسرى والمفقودين وتسليم جثث القتلى وتطهير المناطق الأثرية التاريخية المدرجة في قائمة الأمم المتحدة من الألغام. مع انضمام المبعوث الدولي إلى اجتماع أستانا في يومه الأخير ومشاركة الرعاة الثلاثة للمؤتمر روسيا وتركيا وإيران إضافة إلى الولايات المتحدة والأردن والاتحاد الأوروبي كمراقبين، يكون مسار أستانا قد استكمل كونه مساراً رئيسياً لحل الأزمة السورية، على أن يكون مؤتمر سوتشي المقبل مساراً أساسياً آخر تطرح فيه مسألة وضع دستور جديد أو تعديل الحالي في إطار سوريا الموحدة والمستقلة والبحث في عملية الانتقال السياسي والانتخابات من دون طرح مصير رئيس النظام بشار الأسد، لأن روسيا باتت ترى أن هذه المسألة تجاوزها الزمن ولم تعد قابلة للنقاش. الصحيفة تختتم افتتاحيتها بالقول إن مسار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة يتراجع لأن روسيا تريد أن تكون هي صانعة التسوية السورية بمواصفاتها وشروطها من دون استبعاد الآخرين، وليست على استعداد لتجير إنجازاتها السياسية والعسكرية لطرف آخر. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيسات وعلى التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايسات على التردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. يقضي طبيب مصري وقت فراغه في التنقل بين القطارات لعلاج مرضاه مجانا، إذ لا يمتلك عيادة ولا يشترط حجزا مسبقا، ولا يستطيع المريض أن يصل إليه، بل هو الذي يصل إلى المريض طالما هو موجود بالقطار. ونقلت الصحيفة العرب اللندنية عن الطبيب وهو سيد شكري الذي يعمل في منصب كبير الأخصائيين بإدارة بركة السبع بمحافظة المنوفية، نقلت قوله إنه كان يبحث عن وسيلة لمساعدة المرضى، فوجد ضالته في القطارات التي تمثل وسيلة انتقال لذوي الدخل المنخفض، فقرر التوجه إلى المرضى دون انتظار مجيئهم إليه. ويقدم شكري استشارات لعدد يتراوح ما بين 10 إلى 20 شخصاً طوال رحلة القطار من القاهرة إلى مدينته، والتي تستغرق نحو ساعة ونصف الساعة. وأكد شكري الذي يقوم بتلك المهمة منذ عام 1983 أنه لا يجري كشفاً طبياً بالمعنى الكامل، لكنه يقوم بالاكتشاف المبكر للمرض أو إزالة أصماغ شمعية، ويحيل من يعاني من مشكلات أكبر إلى عيادات أطباء آخرين. لنشاهد معا الوجه الآخر لحرية التعبير.
في الختام تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.